الملك مات استاذ. قلت لي ما بتعرف تلعب مو هيك؟ شو غلبك استاذ نزار؟ 4 دقائق صار اخذ مني. 4-0 يا ضلالي؟ اليوم حظي حلو والاستاذ مانو بمستوى. انا اسف استاذ. شو بفيد الاسف؟ على كل الحرب جولات وبكره لنا لقاء. وانا بتشرف اللعب معك. بالاذن يا جماعه. اذنك معك. تفضل رياض. تعوض غلبان؟ تفضل. يعني ما قلت لي انك بتلعب شطرنج؟ لانك ما سالتني. معقول تغلبوا للاستاذ نزار؟ بتعرف الاستاذ نزار اقوى لاعب شطرنج بالنقابه؟ معناته هلا انا صرت اقوى لاعب بالنقابه. مستغرب اني بلعب شطرنج؟ انا بلعب شطرنج من زمان، بس لما عرفت انه الفنانين باوقات فراغهم بيلعبوا شطرنج تعلمت منيح. هلا ما دام الفنانين بيلعبوا شطرنج ومهتمين فيه، ليش ما برز فيه انا؟ رياض، انا ما عندي الصبر اللي عندك، ولا عندي ايمان انه الصبر بيجيب نتيجه. انا بدي اتغلغل بالوسط وتثبت رجلي فيه منيح. أنا أجيت من الضيعة وما بدي أرجع وأنا فاشل، وإذا فشلت بلعها حياتي كلها. طالما عم بفكر بهالطريقة لا تخاف، أنا لما جيت على الوسط كل شيء قلته أنت هلأ أنا ماني سمعان فيه. وهذا مدح ولا ذم؟ لا مدح، لأني عاجز إنه أكون مثلك. اللي قاعد هنيك مو سامح الأمير؟ ايه هذا النجم التلفزيوني اللي شايف حاله فوق كل الناس. أنا بحياتي ما شفت واحد مغرور مثل حكايته. أنا حابب أتعرف عليه. عن إذنك دقيقتين.